هقول بس حاجة ثانية، اتفضلي. أنا مع الأستاذة زينب إن هي بتقول، أنا مش قصدي في كلمة، ولكن طالما عندنا في المجتمع ارتباط شرطي ما بين كلمة وحاجة، سيبينا من اللغة العربية الفصحى، مش قصدي سيبينا إن هي مش مهمة، لا مهمة، بس في ارتباط شرطي ما بين كلمة ترويض وما بين الحيوان. فطالما أنا عندي في المجتمع ده ارتباط شرطي، لو أنا بأطالب بحقوق السيدات ما ينفعش أهين الرجل وأنا بأطالب بحقوق السيدات، دي حاجة. الحاجة التانية، أنا ما أعرفش حاجة عن الحملة يعني بصراحة، ولكن أنا ما أقدرش أقول أنا مش مامة الرجل عشان أربيه وأروضه، يعني هو رجل كامل ناضج عاقل. أنا بقول له أنا عايزة 1 2 3، هو يقول لي أنا عايز 1 2 3، يا بنتفق يا ما بنتفق، أنا مش هربيه. وانا مع الاستاذ جيني، المصارحه وتقريب وجهات النظر ومحاوله اقناع كل طرف بافكار التاني، ده يخلينا نوصل لمرحله وسط احنا الاثنين قادرين نتفاهم فيها. انما يعني انا مش متجوزه طفل، الدكتوره بتتكلم في منطقه، انا مش لازم يبقى في مصداقيه من البدايه، احنا الاثنين نصارح بعض يا استاذ. بس هو ده المطلوب، ان انا يبقى في صراحه، مش نربي بعض، تمام. لكن ما ينفعش في طباع، معلش، واحد هيتجوز 30 سنه في طباع عنده هبتدي ان انا اروضها، لا ده هو اتنشأ عليها. طب ايه رايك في الكلام اللي الدكتور براءه قالته، انه هو الست لما تعوز تشتغل يعني مش لازم، مش المفروض ان الزوج يوافق او ما يوافقش؟ لا هو المفروض، يعني اصل هقول لحضرتك على حاجه، احنا في مجتمع المفروض زي ما بتقولوا يعني شرقي، تمام. ومعلش اللي بيحكمنا المفروض الشريعه الاسلاميه، فالرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال وكورهن في بيوتهن، ولا انا غلطان؟ لا، كان في سيدات في العهد بتاع النبي عليه افضل الصلاه والسلام كانوا طالعين متبرجين وبينشروا، كانوا بيشتغلوا. بص خلينا زينين يا فندم، كان بيشتغل في الدين ازاي؟ ما بحبش اتكلم فيه لما ما يكونش معايا رجل دين. معلش بعد اذنك يا سيدات، الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان مين بيشتغل؟ لا لا، كان سيدات بتشتغل، كان في سيدات مع الرسول عليه الصلاه والسلام. ما انا مش عايزه اتكلم في ناحية دينيه عشان انا مش معايا رجل دين، بعد اذنك. في اللي باب الدين مش معايا رجل دين اتكلم، فما اقدرش اتكلم فيه. بقول حاجات بدائيات في الدين بتاعنا. هو انت بتتكلم في البدائيات في حاجات وحاجات ثانيه؟ لا يعني ما المفروض الراجل قوام وهو اللي بيصرف على بيته، دي بدائيات بيساعد. طيب انت قلت من شويه ان الست تصرف، ده اللي مش عشان خاطر الراجل، ده عشان خاطر بيتها. انت قلت كده، حضرتك بتقوليني كلام انا ما قلتوش والاساتذه شاهدين. انا قلت يا فندم ان طبعا ده اقل واجب من الراجل ان هو يصرف على بيته وعلى اولاده. طيب ماشي، بس قلت الست لما تساعد، قلت الست لما تساعد، قلت الست لما تساعد، الست بتقولي بتتفضل على البيت. لا مش مطلوب منها اصلا ان هي تصرف. لا الاثنين مش مطلوب منها ومش مطلوب منها طبعا، ولا الراجل بيطلب منها ان هي تصرف. لا في رجاله كتير بتطلب، ما بتكلمش على حضرتك، بتكلم عامه انه في رجاله كتير بتطلب، ولا ايه رايك يا استاذ وليد؟ ما انا قصدي اقول لحضرتك ان مش كل الرجاله كده. طبعا مش كل الرجاله كده، في رجاله زي الفل يا جماعه، واحنا طالعين نقول ان الرجاله كلها مش كويسين. النسبه اللي بتتكلمي عليها دي ممكن تكون نسبه صغيره جدا، فما ينفعش نعممها على كل الرجاله ونقول ده بيشغلوا غصب عنهم او بيشغلوا ست غصب عنها. لا لما نقدرش نعمم حاجه، ما نقدرش نعمم حاجه، محدش يعمل حاجه. الاحصائيات بتقول ان اكتر من 32% من الستات في مصر 40%، ما هو اكتر من 30%، هي اللي حابه تشتغل، هي اللي لا هي اللي بتعيل البيوت. لا معلش، هقول لحضرتك لا، ال 40% بتعيل المنفرده وتوصل للنسبه 89%. السيدات اللي بيجوا مثلا، كذا سيده كانت بتيجي بتساعدني في البيت، ما كانتش حابه تشتغل على فكره، ما كانتش حابه تطلع طول النهار تشتغل تنظف بيوت وتشتغل عشان تاخد فلوس لجوزها، عشان تاخد فلوس لجوزها.